القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. اسمي أنا الحسن القطان، سكان مدينة حماة مخيم العائدين، بشتغل بمجال البناء. روي لنا شو صار معك من بداية الأحداث بمدينة حماة. بداية الأحداث بحماة لما بلشت الناس تنزل مظاهرات، توجهت مثل أي شخص ينزل على المظاهرات. نهار الجمعة كنا ننزل بعد صلاة الجمعة نشارك فيها. لما عمت الاضطرابات بحماة بشكل أوسع من هيك، واللجان التنسيقية اللي كانت موجودة ضمن حماة وصارت تطلب من الأهالي بتشكيل الحواجز، وكل إنسان من خارج مدينة حماة ياخذوا هويته ومرات يحتجزوه، واللي من ضمن حماة يمشوه، كيف؟ وصاروا يدقوا بشكل أكثر شيء على الناس اللي من خارج حماة. وهذا الأمر اللي يعني خلى بعض الناس من أهالي اللي من خارج مدينة حماة ما يفوتوا مدينة حماة، بسبب إنه صار يتواجد بعض الناس اللي على الحواجز بداية الأمر يتسلحوا بالسكاكين وبالشنتيانات، وكان جنبهم على طول أناني البنزين اللي بسموها أناني مولوتوف. هاي الحواجز اللي حكيت عنها، شو كان الهدف من هاي الحواجز؟ كان أول شيء الهدف من إنه مشان يسيطروا على المدينة وعصيان مدني وما يخلوا أجهزة الأمن تاخذ فعل الإيجابي بالمدينة، وبنفس الوقت الموظفين اللي كانوا ينزلوا على وظائفهم منعوهم من الاتجاه نحو الوظائف. وحتى الموضوع يعني أصغر شيء أو أتفه شيء بقول لك عليه، موضوع الهواء الفواتير المي والكهرباء، امتنعت بعض الأهالي أو السكان عن دفعه، كانوا يحرضون على هاي الشغلات هاي حتى الصغيرة منها، إنه هالشي بيؤدي إلى انهيار اقتصاد البلد، وتأزم الأمور أكثر وأكثر. كانت تيجي سيارات من خارج مدينة حماة محملة بأساس إنه بمواد تموينية وغذائية للأهالي، فكنت شوف أنا بعض السيارات تنزل أسلحة توزع على بعض الحواجز، والأهم يعني أهم الحواجز هي مداخل مدينة حماة، كان المدخل الجنوبي وكان المدخل الشمالي، وفي عندك مدخلين، مدخل فرعي اللي هو اسمه مفرق الظهرية، كان تقريبا أغلبية التسليح من عنده، شلون يوزعوا أو هو تنزل لعنده وهو يوزع بعيد الأهالي. تردد أنا وزوجتي وأطفالي من البيت باتجاه المخيم، فمين انتبه لي؟ شخص من بيت نوير اسمه محمد، شافني أكثر من مرة روح وإيجي، وكنت ملتحي، كنت لسه مربي دقني، فمثل ما بتقول غروا منظري وجذبني لعنده وقال لي تفضل، قعدني معه وصار يسألني إنه شو رأيك باللي عم بيصير بالبلد، وهو شايف مظاهرات يوم الجمعة. قلت له يعني عادي مثل أي مثل يعني مثل اللي عم بيصير بقية المحافظات. قام قال لي لا، اللي عم بيصير بحماة بيختلف عن بقية المحافظات. قلت له شو السبب؟ قال لي لأنه بصراحة. قلت له قال لي مالك ملاحظ على شيء؟ قلت له لا. قال لي موضوع السلاح اللي نزل على البلد ما شفته؟ قلت له شفته وشفت سيارات عم بتنزله. قلت له أنا استغربت من هالشيء، يعني لشو هل بدك يعني لشو بدك نساوي، لمقاومة الجيش ولا لشيء تاني؟ قال لي عدد لي أكثر من يعني أعطاني أكثر من سبب. قال لي أول شيء موضوع هوات ما فهمت منه في بعض الوعود اللي وعدني إياها ولا بحكي لك عنها، أنه ممكن تصير مدينة حماة هي مدينة شو اسمه إسلامية، إمارة إسلامية، وإذا أنا تعاونت معه شايف شلون ببعض الأمور ممكن يسلمني موضوع المخيم والأجهزة الأمنية اللي فيه، ويكون أنا على رأس القائمة إذا شكلت له بعض المجموعات، شايف شلون. هذا الشخص اللي حكيت عنه محمد نوير، شو كان دوره بالأحداث؟ يعني شو السبب اللي هو قرب منك وشو السبب اللي دعاك لعنده؟ عمله كان يوقف على الحواجز هو وأهله، وهذا الحاجز يعتبر يعني حاجز صعيد فرعي بس لكن رئيسي. ليش رئيسي؟ لأنه هي المنطقة بالذات اسمه مفرق الظهرية، بودي على الظهرية، وهي الظهرية بتودي إلى مفارق تانية على بقية القرى، وكانوا المسلحين يجيبوا بعض الأسلحة من هذيك القرى ويشتروها بمبالغ مالية، يعني مثل سلاح البمبوكشن اللي حقه مثلا ضمن مدينة حماة إذا بدك تشتريه ب20,000 بتجيبه من برا ب17,000، طبعا مع كمية طلقات نارية منه، يروحوا مثلا باتجاه اللطامنة، هذا المفرق بودي لهي القرى، فكانوا هم مسيطرين على هذا المفرق، أخذوا سيارة إطفائية إلى سلالم وحطوها على هذا المفرق، كانوا يفوتوا اللي بدهم إياه ويطالعوا اللي بدهم إياه. فكان من خارج مدينة حماة
ومن بعض القرى بالذات معينة، شلون كانوا ما يخلوا نفوتوا مدينة حماة بأي شكل من الأشكال إلا بعض القرى المخصصة يسمحوا فيها. وصرت اجتمع معه بأكثر من مرة. لما شاف سألني عن أحوالي العادية والمدنية، إنه أنا شو بشتغل ووين بيتك وأنت مستأجر ولا متملك ملك، فشرحت له وضعي، قلت له أنا متملك شو اسمه، اشتريت بيت ودفعت نص حقه ونص الثاني ساعتني مديون فيه، وبشتغل بعمار الحجر، ويوم بشتغل بهالظروف هي وعشرة لا. قال لي شو رأيك لك تتعاون معي وش اسمه وتجند كم شاب مشان يزيد العدد المتظاهرين ونوقفكم على الحواجز، وانا مستعد ادعمكم ببعض المال. قلت له يعني مثل شو المبلغ؟ قال لي ترى بشكل يومي لكل واحد 5000 ليره. قلت له ايه ما في مانع. لما رجعت ثاني يوم لعندي قال لي ليك في شغله بدي اقول لك عليها، واذا بتقدر انت تقنع الشباب مستعد اعطيك مبلغ 150000 ليره سوري اذا نجحت المضبوط. قلت له ايه؟ قال لي بدنا نهجم على مخفر الحاضر. قلت له بس نحن؟ قال لي لا، في مجموعات تانية بدها تهجم وتساعدنا، نحن بدنا نساعدهم، هن المجموعة الأساسية. قلت له يعني مثل مين؟ ذكر لي بعض الشخصيات مثل يحيى النبهان، مثل أخو جمال، مثل محمود الشمالي، أخو محمد من بيت أفورة، شايف شلون؟ في واحد بيقولوا له أبو علي شو اسمه هويدي. قلت له هدول شو شغلتهم يعني وشو هن بالاساس؟ قال لي في منهم كم واحد كانوا موقفين بجرم الاخوان المسلمين وبدهم شو اسمه يردوا اعتبار الايام والسجن اللي قضوها بالسجن، ومنه الفكره اللي حدثتك عنها انه ممكن تصير مدينه حماه هي اماره اسلاميه، لانه اللي عم بيقود هذا المجموع هي مجموعات كلها من الاخوان المسلمين. طبعا كانوا في من بيت العرعور، شايف شلون؟ في من بيت شو اسمه من بيت ذكرى، في بيت البستاني اللي ذكرت لك قبل هالمرة، قلت لك انه اخذ 26 مليون وبعض الاسلحة، وزع الاسلحة وهرب بالمصاري اللي هو مبلغ 26 مليون. شو اسمه اولاد العرعور كانوا يطلبوا من اي شو اسمه كانوا ما بتقول يعني عاملين مثل ما تقول مركز لإلهم اللي هي بقالية اسمها بقالية العرعور، بحجة انه هي بقالية عادية لكن هي عبارة عن مستودع للاسلحة والاموال، كانوا يوزعوها على بعض المسلحين. قلت له طيب ايمت بدنا نهجم؟ قال لي بكرة من الستة لسبعة الصبح، وبس انه سمعتوا انتوا صوت اطلاق نار دغري بتجوا لعندي لهون، نحن بنتجه كلاتنا سوا لهنيك. قال لي شو تقدر تأمن؟ أمن. فأنا أمنت أناني بنزين بصراحة، وهي بنسميها نحن أناني مولوتوف، عبارة عن أناني كازوز بنعبيها بنزين، وفي شباب أمنت أناني غاز، وفي ناس أمنت سلاح. هل كان الهجوم على مخفر الحاضر فقط؟ لا، كانت على جميع مخافر حماه دون استثناء، حتى المخافر بما تسمى المخافر الخارجية، وحتى في أجهزة أمنية مثل فرع مو فرع عفوا من إلا نحن مفرزة أمن سياسي كمان تم الهجوم عليها، في عندك فرع أمن الدولة كمان تم الهجوم عليه، بس السيطرة كانت لشو؟ على أجهزة المخافر. السبب إنه فيها أسلحة، منه بيتخلصوا من أجهزة من عناصر تبقيات الشرطة، ومنه بيسيطر على الأسلحة، يعني كان هذا هو الهدف الرئيسي. لأنه المخافر تقريبا، وإذا بتطلع على مدينة حماة بتلاقي المخافر تقريبا كلها أطراف حماة، فهم شلون؟ لما رحت أنا نحن رحت المجموعة تبعيتي ورحنا باتجاه المخفر، طلعت هيك لقيت إنه مو بس أنا ولا ستة اللي عدد اللي قال لي عنهم، لقيت مجموعة أكبر، يعني استغربت تقريبا بحدود شيء 20-30 واحد، وصار إطلاق نار. لما صار إطلاق النار جماعة المخفر ما قاوموا لمدة تقريبا شيء 4 ساعات، ما قاوموا لحد ما السبب إنه عدم المقاومة إنه هن كانوا مسكرين حالهم كل الأبواب والنوافذ، لأنه كنا نزت عليهم أناني الغاز، ومجموعة زت عليهم أناني البنزين عفوا، وفي مجموعة كانت تزت عليهم أناني غاز، وفي مجموعة كانت تزت عليهم أناني غاز البرادات، شايف؟ وغير اطلاق النار من البمبكشن والروسيات اللي معاهم، شايف؟ انه يحاولوا انه يقتحموا الباب ويفوتوا على قلبه ما قدروا، فاستعانوا بواحد عنده مكتب شو اسمه مكتب الاليات الثقيله مثل التراكسات والبلدوزرات هي اللي بيشتغلوا فيها للحفر، جاب هذا التراكس وهجم فيه على المخفر. لما دفش الباب نحن بنقول له سطل التراكس ما قدر ينفتح معه، اجته طلقه من احد المسلحين اللي عم بتهاجم المخفر فقتلته. بهذاك الوقت كان في اطلاق نار من قبل المسلحين،
فقط. المخفر ما كان فيه؟ ما كان فيه مقاومة نهائيا خالص أبدا. لحد ما استعان واحد اسمه محمد ناصر بيقولوا له أبو الغضب، جاب أنين غاز وحطه جنب حيط تقريبا شبه مهترئ وملفوفة بكياس عليها بنزين وفيها دولاب، وحطه جنب الحيط ورموا عليها برصاص، انفجرت من فتحة عبوة. لما فتحت فجوة، لما فتحت الفجوة هاي صارت بقى الناس هون المسلحين يقدروا يشوفوا مين جوا المخفر ومين برا، وصار يعني أنا وبعض المجموعات زدت أناني بنزين لجوا مشان يشتعل المخفر. فمن كتر ما صار في دخنة هون بلش إطلاق النار من جوا المخفر على المسلحين البرا. لما ما ضل معهم ذخيرة جوا المخفر اجوا صاروا يطلعوا يسلموا حال الأهالي إنه بركي إنه ما حدا بيأذيهم. فأول اثنين طلعوا سلموا حالهم، شايف كيف؟ اندبحوا على أيد مين؟ على أيد أولاد الشمالي اللي هو محمود وأخو محمد. لما شو اسمه اندبحوا انشالوا حطوا على جنب وغطوهم بحصيرة، بلشت العناصر بقية تسلم حالة ورا الثاني. بهاللحظة هاي مات مين؟ واحد من بيت الشمالي، من أولاد الشمالي هدول محمود ومحمد، واحد منهم مات. أخوه رجع انتأمله بأنه قتل عنصر ثالث، دبح مو اطلاق نار، دبح. اجوا اثنين كمان سلموا حالهم، راحوا باتجاه الخزان، كمان هجموا عليهم اثنين مسلحين، واحد اسمه يحيى النبهان وواحد بيت أفورة. واحد طخ وطخ براسه والثاني بمعدته، شايف شلون؟ كان كل ما يطلع واحد يا دبح بالسكين او بالشنتيانه يا اما بشو طخ بالباروده. اخر عنصر طلع من هي الفتحه جاي باتجاه مجموعتي انا، فلما شفته جاي باتجاهي انا مسكت الباروده من الشخص اللي كان موجود معي اللي هو اسمه سامر الخبازي واطلقت عليه طلقه، اجت اصابته بمعدته. هون تكاثرت على بقيه المجموعه وسحبوه حطوه فوق شو اسمه. انتوا لما كنتوا عم تقوموا بعمليه الهجوم على المخفر ما كان عندكم خوف او قلق من مجيء نجده لانقاذ هذول العناصر المحاصرين ضمن المخفر؟ ليش ما في خوف؟ السبب انه كل مخافر حما كانت تمت السيطره عليها قبل المخفر الحاضر. كانوا محروقين من خارج حما، ما خفتوا تجي نجده من خارج؟ في حواجز كانت مسيطرين على الطرقات الرئيسيه ومسيطرين على الطرق الفرعيه، ومخافر حما فضيت من الشرطه والقياده المدنيه والشرطه المدنيه. فهوني ليش عم اقول لك ما كان في خوف نهائيا لا مننا ولا من العناصر المسلحه الثانيه، يعني لانه مجرد ما سيطروا على مخفر كان ياخذوا سلاحه مباشره، هيك كان يسووا. بعد ما تميت السيطره على هذا المخفر وقتلتوا كل العناصر اللي كانوا موجودين ضمنه، شو سويتوا بعدين؟ اجا جابوا لنا سياره بيك اب قديمه صاحبها بدعوا ابو خضر، شيلناهم بالسياره البيك اب، وكان في بعض الاهالي طبعا عم يتفرجوا علينا من اطفال ونساء، فاخذناهم باتجاه منطقه اسمها جسر الظاهريه وتم رمي الجسس من هناك. في فيلم شفناه على التلفزيون السوري بيظهر رمي عناصر كانوا موجودين بسياره بيك اب الى نهر العاصي، هذا الفيلم هو بيصور نفس الحادثه اللي عم تحكي عنها انت؟ هذا هو نفسه بالفعل، وانا كنت واحد من الناس اللي شاركوا برمي الجسس. وبهي الحادثه بالذات انت شو كان دورك؟ رميت جسة من الجساس ورحنا غسلنا السيارة ومحينا أثار الدم عنا، وكانوا الأهالي موجودين هنيك بالحارة اللي ضلوا مجموعة المسلحين فاتوا على المخفر أخذوا بقية السلاح وشطفوا الشارع كمان من الدم اللي كان موجود بالأراضي. نحن سمعنا بالفيلم اللي شفناه كان في أصوات تكبير والله أكبر، بالفعل واحد شو سبب التكبير؟ في كان معنا واحد من بيت الطعان هو اللي قام بقال الله أكبر، وحتى في واحد منهم كان بده يقول حي على الجهاد تراجع باخر مرحله، وواحد ثاني قال لهم لا تصوروا وجوهنا يا شباب يعني بس صوروهم لهم. هذا السبب اللي انه في كانوا يعني ما كان المجموعه اللي راحت صوب الجسر او اللي انا كنت بيناتهم ما كنا يعني شخص ولا اثنين ولا ثلاثه، كنا بحدود شيء 30 واحد. حتى بعض من اهالي الظاهريه اللي كانوا موجودين على الحاجز شاركوا وراحوا معنا يعني. وحتى في شيخ من مشايخ أهل الظاهرية وقف قال لنا بالحرف الواحد لا ترموهم بالعاصي، حطوهم على طرف الطريق مشان إذا فات الأمن من هذا الطريق يشوفون يخافوا يرجعوا. هلا موضوع التمثيل بالجساس، تقطيع بالشنديانات وبالسيوف بالسكاكين، هذا شو كان الهدف منه؟ ترويع قوى الأمن الداخلية وعناصر الجيش اللي بده يفوت مدينة حما، إنه مثل ما صار بهدول بده يصير فيكم.
وإذا بتنتبه على أحد الشعارات اللي كانت تقوم بالمظاهرات إنه قولوا للشبيحة الحمية دبيحة. وحكيت بعدين نفذوا وعودهم لك؟ لا، للأسف لما رجعت لقيت محمد نوير متواري عن الأنظار كلها، وكل الوعود اللي وعدونا فيها هالمجموعات كانت كلها كذب بكذب.